ظاهرة نهب الأراضي في عدن، معسكرات، مقر حكومية، حقول آبار وأراضي دولة، كل ذلك متاح للنهب. هل يستطيع الحراك المدني أن يوقف هذا العبث بأراضي الدولة؟ أم أن الأمر يخضع لسلطة متنفذين يرون أنفسهم فوق القانون؟ أهلاً بكم. دشنت منظمات مجتمع مدني في عدن ندوات وفعاليات توعوية لكشف ما تتعرض له عدن من نهب لأراضي ومقار حكومية ومساحات عامة يقوم بها متنفذون في عدن على مرأى ومسمع من رجال الدولة، من رجال الأمن والدولة. نشاط النهب والبسط يتسع كل يوم بسبب عدم وجود إجراءات من الأمن لردع الناهبين. المثير هو ما كشفه نائب مدير أمن عدن أبو مشعل الكازمي، الذي قال إن 99% من حالات النهب والبسط يقوم بها متنفذون من رجال الدولة. وطالب الكازمي المجتمع المدني بالتحرك لإيقاف هذه الظاهرة الدخيلة على عدن، نظرا لما يتعرض له هو من إحراج من قائد التحالف في عدن، واحتجاجه على كثرة تصريحات الكازمي التي تنتقد ما يحدث في العاصمة المؤقتة. نهب وبسط على أراضي الدولة في عدن ليس على مرأى ومسمع من قيادات الدولة، بل مسلسل من تنفيذهم وإخراجهم. هذا ما كشفه نائب مدير أمن عدن أبو مشعل الكازمي في ندوة خاصة نفذتها الحركة المدنية الديمقراطية في عدن بحضور مسؤولين وناشطين مدنيين في المحافظة. لا يوجد مواطن قلبان بسيط بسط على أرض إلا بصفة 1%، ممكن 1%، 99% كل متسببين هي أجهزة الدولة. الجديد في هذا النهب المنظم هو أنه يتم من قبل رجال الدولة ومسؤولين أمنيين وعسكريين، مستغلين حالة الفوضى والاستلاب التي تمر بها العاصمة المؤقتة وحالة التيه واللامبالاة التي تعيشها الحكومة هناك، رغم مرور أكثر من 3 سنوات على تحرير المدينة من الإنقلابيين. بعد أن كان أبناء عدن ينتظرون تفعيل مؤسسات الدولة وحضور دولة النظام والقانون، لكن ما حدث ويحدث ليس كما تمنى الناس يوما ما، حيث تم تفريخ أجهزة الأمن والجيش في العاصمة المؤقتة، وحضر الحاكم الإماراتي كصاحب القول الفصل في هذه المدينة التي يحصل فيها ما يحصل من مظاهر لا دولة. هذا الوضع الهش ترك عدن فريسة لكل ناهش في جسد هذه المدينة المتحضرة. البناء العشوائي، البسط على الأراضي، نهب أراضي الدولة من معسكرات ومقار حكومية وحقول آبار وأوقاف، وكل ما أثار شهية العصابات والمسلحين. الأمن الذي يفترض أنه المسؤول على هذه الجرائم يعجز عن إيقاف مسلسل العبث هذا إن لم يكن متواطئاً معه في إخراجه. وكأنها ليست عدن مدينة النظام والقانون، أصبحت تنهشها مطامع الطامعين القادمين من بعيد بإشراف أبو ظبي ووكلائهم في العاصمة المؤقتة. وفي ظل صمت الرئيس هادي ورئيس وزرائه المقيم في عدن، والذي لا يبدو أن هذه القضايا تخصهم كممثلين شرعيين للشعب. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معي بداية الأستاذ هاني اليزيدي، مدير عام مديرية البريقة، عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ هاني. مساء النور وحياكم الله. أهلا بك أستاذ هاني. وبداية، ما تشهد العاصمة المؤقتة عدن من أعمال بسط وبناء عشوائي ونهب أيضا، ووصلت لحد نشوء كتائب وعصابات مسلحة كما يقال مهددة لأمن والسلم المجتمعيين. بداية، كيف تفسر سيطرة هذه العصابات وممارسة النهب بهذه الطريقة؟ طبعا في البداية نشكر القناة قناة الغيث على تغطية مثل هذه الأحداث، لأننا حقيقة نتمنى كل القنوات اليمنية أن تشارك في تغطية مثل هذه المظاهر السلبية. هذه مظاهر خطيرة تهدد البلد وتوعي بمشاكل، يعني إذا سكتنا عليها ستكون عاقبتها طبعا أن يقتل الناس بعضهم بعض. نعم. الآن هنا فتنة عظيمة في عدن لفتح مجال البسط على الأراضي بغير العودة للدولة، بغير مستند قانوني، وهذا كله طبعا يعرف بطلانه. الأرض هي أرض الدولة، ولا يحق لأحد أن يبيع الأرض ولا يشتريها، والأرض
في الأصل أنها تؤجر، الدولة تؤجرها للمنتفعين. نعم. لأن ما تحت الأرض لا 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 نعلم ما تحته، قد يكون هناك ثروات في باطن الأرض، ويصعب علينا أن نحدد ما في باطنها، وقد يوم من الأيام تحتاج الدولة إلى أن تعتذر لمهما صارت له تأجير وتنقله إلى مكان آخر، فتبقى الأرض ملك الدولة. لكن نعم. اليوم ظهر مشايخ فيد يملكون أطقم ويملكون قوة عسكرية، ينزلون على مساحات واسعة يدعون الملكية، وهم طبعا معروف أن دعواهم باطلة. ونؤكد من هذا المكان عموما للمشترين الذي لا يجد فرصة في شراء أرض من الدولة، أن كثير من تلك البيعات في أراضي الدولة باطلة، ولا يستطيع هذا المتنفذ أو هذا الشيخ صاحب الفيد أن يحميك يوم من الأيام. نعم. أنا أتمنى أن هذا الموضوع يعني غير أنهم يبسطوا على الأراضي أستاذ هاني حتى أفهم منك، يعني غير أنهم يبسطوهم على الأراضي يقومون ببيعها لأناس آخرين؟ طبعا صرف باسم الشهداء أو باسم الجرحى زورا، يدعي أن هذه ألو، ما زلت معنا أستاذ هاني؟ نعم أستاذ هاني ما زلت معنا؟ نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ هاني الذي كان يشرح لنا ما الذي يحدث هناك من بسط على أراضي من قبل متنفذين يعلمون تماما أن هذه أراضي للدولة ولا يحق لأحد بيعها أو المتاجرة بها، يحق فقط للدولة تأجيرها كما تحدث معنا الأستاذ هاني. ما يحدث أيضا أن هناك تنشأ جمعيات وهمية تقوم بتوزيع هذه الأراضي باسم أسر شهداء وما إلى ذلك، وهم يحذر الأستاذ هاني أن المسألة مسألة زور وتزوير أيضا في أوراق الدولة. إذن إلى أن ينضم معنا الأستاذ هاني من جديد نؤكد على أهمية، إذن معنا الآن الأستاذ أبو مشعل الكازمي، نعم نائب مدير أمن عدن عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ أبو مشعل. مساء النور وحكم الله وآسفين تأخرنا على تسمية طلع على هو مباشرة، ولكن حصلت ظروف خارجة عن أرادتي. نعم لا بأس، المهم أنك معنا الآن أستاذ أبو مشعل حتى تشرح لنا وتوضح ما الذي يحدث. كان الأستاذ هاني اليزيدي مدير عام مديرية البريقة بدأ بتوضيح بعض الصورة، وأود أن أسألك متى بدأت ظاهرة البسط على أراضي عدن وكيف تتم؟ البسط أتى في عند اندلاع ثورة 2011، ثورة الشباب اندلعت في أنحاء اليمن شماله وجنوبه، اندلعت بدأت السطو على الأراضي، وكنا نسمع طلقات الرصاص في كل مكان، وانتشر النهب والسلب، ولكن انتشرت بظاهرة أكبر وأكبر وتوسعت في ما بعد معركة 2015 أثناء الحرب. لا أحد يبحث عن أراضي، ولكن بعد الحرب بدأت بشكل يعني جنوني وشكل كبير، وللأسف الشديد أن هناك منهم في الدولة ومن هنا في منهم في إجهزة الدولة ومنهم من هناك من عناصر الحزام الأمني ومن الأمن ومن السلطة المحلية ومن كافة أشكال يعني الخليط من الدولة ومن المواطنين. وبصراحة شيء مؤسف، حنا نزلنا في عدة أماكن ووجدنا أن الناهبين تدعمهم جهات، أما في الحزام الأمني أما في الأمن أما في السلطة المحلية. للأسف الشديد اليوم وجدنا يعني في أحد الندوات تحدث بهذا الشيء، وأخبرت أن المواطن 1% من ينصب على الأرض اللي يبسط على الأرض، لكن هناك الأغلبية الساحقة هم من في أجهزة الدولة.
نعم. إذن يعني قمتم بتنظيم ندوة هي السادسة من نوعها تقريبا للتحذير من تجريف أراضي الدولة والتعدي عليها، برأيك ما مدى تأثير مثل هذه الندوات على مستوى وعي الناس حتى لا ينجرفوا وراء هؤلاء الناهبين لهذه الأراضي وألا يظنوا أنهم قد يستفيدوا من هذه الأراضي؟ أحبتك بمرارة أختي لما أنها لا يعني مثل هذه الندوات يعني صحيح أنها تأثر في النخب في الناس المثقفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الإعلام، لكن القلب الكبير لابد أن الدولة تمسك بيدها العصا ونوع من والجزرة هناك، لابد أن الدولة تبسط يعني سيطرتها والأمن. احنا عانينا كثير كثير بصراحه نعم. لان هناك يعني منظومه متكامله، منظومه فساد اجراميه في بسطت على كل شيء، بسطوا على الشوارع على المنتزهات، بل انني في احد الحملات نزلنا الى الحرم الجامعي وجدنا بسط على الحرم الجامعي، هناك بسط على ابار المياه، هناك انتشار كبير كبير جدا. لكن بعد وجود وزير الداخليه المهندس احمد بن احمد الميسري خفت نوعا ما وبدات الدوله تفرض هيبتها نوعا ما، ولكن ان شاء الله احنا نتمنى في المستقبل ان يساعدنا الاعلام ويساعدنا المواطن حتى يكون جنبا الى جنب مع الامن حتى يتم وقف النهايه. هناك جهات في الدوله، هناك في الاسكان في عقارات الدوله هي من تصرف، نجد الصرف مستمر الان، ونحن اليوم طالبنا في الندوه على اجهزه الدوله المعنيه سواء في الاسكان او في عقارات واراضي الدوله عليها وقف اي صرف اراضي الان. نعم. هذه مشكله اخرى يعني. نعم ونجد في مرات كثيره في الامن نجد ملفين يعني الشخصين متنازعين او شركتين او مؤسستين مصروفه من هنا من عقارات الدوله والشيء الاخر من الاسكان ومن المساحه العسكريه ومن عده جهات، تجد الكل يصرف حتى في السلطه المحليه في هنا في القضاء، واليوم تحدثنا مع بعض القضاة منهم القاضي كريم وتعهد لنا انه اذا اتوا بملف ومتورط فيه احد القضاة سيتم وقف هذا القاضي. نحن بدانا يعني مع مدير مديريه البريقه هاني الزيدي ومع القاضي فهيم ومع نخبه كبيره من شباب عدن. نعم. باذن الله ان نصل يوم من الايام حتى نصل الى وقف بهذا الهستيريا وهذا الجنون اللي يحصل في عدن. نعم ابقى معنا استاذ مشعل، يعني سيعود معنا الاستاذ هاني اليزيدي مدير مديريه البريقه، مرحبا بك مره اخرى استاذ هاني، واود ان اسالك ما هو دور هيئه اراضي الدوله واجهزه الامن امام كل هذه الفوضى بقطاع الاراضي؟ طبعا اريد في البدايه كذلك نشكر الاخ المحافظ على جهود كبيره يقدمها في هذا الباب، وهو يتابع كثير من الاعمال التي نقوم بها، ويعني قد كان الاخ المحافظ حينها ايام الحمله الاولى الازاله قام باعمال المحافظه وكان هو المحرك لهذا الملف. طبعا هيئه الاراضي بدورها متابعه من الاخ المحافظ والاشغال دائما على لقاء دائم، وقد بدات كذلك في ملفات الحرم الجامعي، كان هناك جهود نزول لتحديد الحرم الجامعي وتوقيف البسط هناك. فنحن نشيد بالاخوه الذي فيهم الصلاح من هيئه الاراضي ان يساعدونا للحد من هذه الفوضى التي احيانا نعتقد ان كثير من المهندسين وبعض الموظفين لديهم قد اشترك في مثل هذه الفوضى، وكان اداه ومبرر للمواطن الذي يبسط على الارض ان هيئه الاراضي نزلت او بعض مهندسينها ينزل ويبرر مثل هذا البسط، وبعض اسماء معروفه لدينا، وان شاء الله يعني سياتي يوم يحاسب من اساء على اساءته سواء من الاراضي او من المنطقه الحره من موظفي الدولة، لأنه موظف الدولة هو أمانة بعنقه ألا يكون أداة في الفساد. نعم كيف يمكن نعم لمؤسسات دولة أن تهدر أراضيها بهذا الشكل؟ يعني هل يعقل أيضا أن أضف إلى الناهبين و يعني أصحاب القوى التي تتحدث عنهم هناك أيضا مؤسسات دولة تقوم بتوزيع الأراضي بشكل غير قانوني؟ هل يعقل ذلك؟ هو الذي حدث انه في 2011 بعد
الثورات ولن تطولت وحصل سقوط لأجهزتها، فظهرت كثير من الموظفين كلها يعني باعتبارهم مؤيدين لهذا البسط والنهب وتلاعبوا بكثير من وثائق الدولة. فاستمر هذا من 2011 إلى أن 2015 انهار ما بقي من هيكلة الدولة ومن أجهزتها وسقطوا في الفوضى. لا يوجد هنا الآن أي تغيير حقيقي، لا يوجد حتى توظيف جديد لدماء جديدة شابة تقوم بأداء الأمانة. الآن كلها بعض العقول القديمة أو الشخصيات القديمة، منهم الذي فيه خير وقد انزوى، الذي قد كان عنده من أمانة والصدق والإخلاص انزوى عندما رأى يعني السقوط في السرقة والتدمير لمخططات عدن. فما بقي إلا هؤلاء الذين هم لهم مصلحة من بقائهم أنهم يتواصل مع متنفذين وأصحاب أموال وشيولات ويتلاعب بمفردات القانون للسيطرة على الأرض وبسط الأرض. نعم، إذن سأعود إليك أستاذ هاني. أسألك أستاذ أبو مشعل، ما يحدث في عدن من نهب وبسط على أراضي الدولة، كيف يمكن أن يحدث في ظل يفترض يعني وجود مؤسسات أمنية وأركان الدولة مكتملة، ونحن نتحدث عن عدن كعاصمة مؤقتة ومحررة منذ سنتين أو أكثر؟ يمكن هناك التفاف شعبي كبير وكبير جدا صراحة، لأن سنة في الحملة الكبرى للبسط العشوائي، وكانت الحملة تحت قيادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس حمد الميسري، وكانت قوات الأمن يعني تسحق بعض العشوائيات وتنزل، بس يعني نادرا ما يحصل هنا وهناك يعني اعتراض من بعض الخارجين عن القانون يتم التعامل معهم، وسقط في حينها في مديرية الشيخ عثمان، ولكن الحملة الأمنية صارت. ولكن ما أعقل الحملة الأمنية هي طريقة الصرف التي حدثت عليها يعني قبل قليل، هناك عملية صرف باستمرار تجد الصرف من هذا الجهة وصرف من الجهة الأخرى، وهذا أعاق الحملة الأمنية وأتت أمور أخرى وتم إيقاف الحملة الأمنية حتى يتم تدارك هذا الخطأ. لكن الآن ما حصل اليوم في الندوة، نعتقد أننا نخطو خطوات ثابتة ثنائي ما بين الأمن والسلطة المحلية، وإن شاء الله بإذن الله ان يعني صوت الجميع سيصل. واعتقد ان اليوم انتم يعني اختياركم لهذا البرنامج في هذا التوقيت هو يعني وقوف قناتكم المطهره مع ابناء العاصمه غدا، يعني هو شيء جميل جدا ان يكون الاعلام مساعد للسلطه المحليه والامن حتى يتم التركيز على هذا الوباء وهذا السرطان الذي انتشر في العاصمه عدن. هناك بسط كبير، ولكن اجهزه الامن، انا اقول لك الان اجهزه الامن يعني تمتلك القوه داخل العاصمه عدن، وزمام الامور كلها بيد معالي وزير الداخليه، بالاضافه الى اختيار محافظه عدن الاستاذ احمد سالمين. ان شاء الله خلال الايام القادمه باذن الله ستستجيب السلطات العليا وتاتي الاوامر بوقف عمليه الصرف، وبعد ذلك سيكون الامن بالمرصاد لكل الخارجين عن القانون الذي يعني سيتم ان شاء الله التعامل معهم حسب ما تقتضيه التوجيهات. نعم. برايك سياده العقيد، يعني الى اي مدى اصبح هذا الوضع مقلق؟ انا اقول لك اني يعني اقضي من 10 ساعات الى اكثر من 8 ساعات في اليوم عملي، وكل جهدي حوالي 85%، يعني كل تركيزي على كل المشاكل اللي تاتيني من الميدان، هي صراع ما بين شركات، ما بين مؤسسات، ما بين مواطنين، و15% جزء منها لمكافحه الارهاب وجزء لمكافحه المخدرات وغيرها من المشاكل الكبيره التي تهم الوطن وتهم الامه بشكل اجمع. ارهقتنا الضغط الكبير الذي نعانيه والارهاق والاجهزه الامنيه، بعض الاختلالات الامنيه التي تحصل، لان الامن كل تركيزه على حجم الصراع الدائر في العاصمه عدن على الاراضي. مشاكل الاراضي التي حصلت للاسف الشديد اخذت من وقتنا الكثير، وحان الوقت ان يصل صوتنا الى الجهات العليا في الدوله يتم وقف صرف الاراضي. وانا اقول لك ان أدارة أمن عدن ووزارة الداخلية مثلا ووزير الداخلية ومدير أمن عدن قادرين على، ونائب وزير الداخلية قادرين على إيقاف عملية البسط هذه بكل سهولة، لأن هناك في أجهزة أمنية كبيرة من القوات الخاصة وقوات الطوارئ وكذلك. نعم، ولكن لما لم يتم إيقافها حتى الآن سيادة العقيد؟ يعني تحدثني عن موضوع ربما منذ 2011 وزاد سوءا منذ 2015، يعني عدن
بقت فقط شهران إلى ثلاثة تحت يعني المد الحوثي، ولكن يفترض أنها عاصمة محررة منذ ذلك الحين وأركان الدولة قائمة فيها. لما الآن فقط يعني ستظهر الدولة، لما لم تظهر من قبل؟ نعم 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 نعم، بعد الحرب، بعد الحرب كل تفكيرنا كان على يعني الحفاظ على مصلحة الدولة، وأتى هذا أخذ وقت كبير. وبعد ذلك بدأت الجماعات المسلحة يعني الجماعات الإرهابية المدعومة دوليا بدأت يعني بعملية اغتيالات وتفجيرات فعلا، وكان شغلنا الشاغل في الجهاز الأمنية كيف احتواء هذا الموقف وكيف محاربة الإرهاب. ركزت الجهاز الأمنية على محاربة الإرهاب حوالي عام ونصف يعني من 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 معركة المنصورة إلى الهجمات التي يعني استهدفت الصولبان وأدارة البحث الجنائي واستهدفت عدة مراكز أمنية وقتلت عدة يعني قيادات، كان الهم الأكبر بركز على مكافحة الإرهاب. ما بعد القرار يعني قبل حوالي شهور، قرار الحملة الأمنية الكبرى للبصرة العشوائية على عدن، هنا بدأت محاربة هذا الآفة ودخلنا في مستقع كبير وكبير جدا. ولكن كل السنوات التي ما بعد معركة 2015 ليس كلها يعني في محاربة الأراضي، لا أبدا. في شهر 6 اعتقد في شهر 6 2017 اذا لم تخني الذاكره بدات محاربه البسط العشوائي، كان كل تركيز الجهات الامنيه على كيف الاحتواء التفجيرات والاعمال الارهابيه التي تحصل هنا وهناك وتستهدف القادات الامنيين والمراكز الامنيه وتستهدف المواطن والمنشات الدوله ومؤسسات الدوله بشكل كامل. نعم، إذا كنت تحدثت عن نافذين يملكون جمعيات وهمية ويقومون بتوزيع الأراضي باسم أسر الشهداء والمقاومة، يعني ألا يجب يعني أن يكون هناك، إن وجدت مثل هذه المؤسسات أن يتم ضبطها والتعامل معها وإيقاف نشاطها أيضا؟ قبل حوالي نصف ساعة من الآن أتتني توجيهات معالي وزير الداخلية من دسحون حمد الميسري بإحضار من يدعون انهم يمثلون هذه الجمعيات، وانا هذا يعني قبل حوالي نصف ساعه او ساعه من الان اتتني هذا التوجيهات من وزير الداخليه باحضارهم فورا صباح القدس الى يعني مكتب وزير الداخليه. هذه الجمعيات التي تدعي ان معها تراخيص ومعها، نعم اتت لها تراخيص في بعض الجمعيات، اتت لها تراخيص في وقت سابق ولكن وقتها انتهى. انا احس بذلك ان المقاومه الجنوبيه هي اكبر وارفع من انتسانه جمعيات وهميه هدفها البسط والنهب باسم المقاومه وباسم الشهداء. الشهداء قدموا ارواحهم وقدموا ارواحهم فداء للوطن وفداء للدين والارض والعرض، لم يقدموا ارواحهم فداء يعني من اجل الاراضي او حد يتسلق على دمائهم، لن نسمح هذا الشيء. ونحن في امن عدن وكذلك في المقاومه الجنوبيه التي كبيرنا جزء منها، جزء كبير من المقاومه الجنوبيه انضممنا الى المؤسسه الامنيه والعسكريه، ان لا يتمثل هذه الجمعيات الا الناهبين والفاسدين ومن معه يعني اي تصاريح او عليه ان يسلك الطرق القانونيه. هناك مكتب الاشغال العامه وهناك سلطه محليه وهناك وزاره داخليه واداره امن، غير هذا يعني وقته ان شاء الله بيتم. وانا حدثت قبل قليل انها اتتني توجيهات صريحه وسنبدا في تنفيذها من صباح القدس على يعني من يدعون انهم رؤساء جمعيات في العاصمه عدن ويثيرون هذا كل هذا البلبله وهذا التنحر الان، يزيدون الطين بله داخل العاصمه عدن. نعم، اذا بالتاكيد نامل ذلك سياده العقيد وان تعود لعدن او يعود لعدن امنها وامانها. شكرا جزيلا لك العقيد ابو مشعل الكاظمي نائب مدير امن عدن، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. عودة اليك استاذ هاني. استاذ هاني، يعني لو تحدثنا عن كيفيه الوقوف امام هذه الظاهره والحد منها قبل ان تتفشى وتجتاح المتنفسات العامه ومصالح الدوله ايضا. صار هذا الامر لابد منه. الان الزحف العشوائي يدمر عدن ويجعلها عباره عن قريه او ريف. والان البصر العشوائي يدمر مؤسسات ومعسكرات الدوله. المعسكرات كثير منها تم السيطره عليها وتحويلها الى عشوائيات. هناك حقل الابار يقترب البسط العشوائي من الحقل ويقوم الناس ببناء منازل شعبيه على مجاري تحفر في الارض تتصل بمياه الشرب، ما يعني يشير الى تلوث وكارثه بيئيه. نعم.
طبعا نحن في الاسبوع القادم في الحركه المدنيه الديمقراطيه سيكون هناك تدشين لحمله توقيف البناء الا بترخيص، توقيف البناء العشوائي، توقيف البيع، توقيف الشراء، توقيف البسط. وهذا سيكون بالتنسيق مع السلطه التنفيذيه، بالتنسيق مع الجهات الامنيه، وسيتحرك الاخوه في الندوه الذين تم يعني اختيارهم في ملف الاراضي لزياره كل الجهات لبدء التوقيف. لن نقوم بالازاله التي طبعا نحتاج الى اجراءات ومحاضر ازاله، وهذا قد تطول، ويبقى الاشغال في عملهم واستيفاء تلك المعلومات حتى نوصل رساله. هذا البناء بالطريقه هذه غير مقبول، وهو دمار لعدن وتدمير لها. نعم، إذا أستاذ هاني، يعني هذه الخطوات الإجرائية التي تقومون بها والحملة أيضا الذي ستتبنونها، أعتقد أنها ربما توقف مثل هذه الأعمال، لكن السؤال يعني ماذا وإن يعني خاصة أنتم تتحدثون عن متنفذين بأسلحة، كيف يمكن التعامل مع عصابات فعلا تهدد سكينة الناس وتهدد هذه الأراضي؟ هناك تصريحات في مطلع 2019 تبشر بخير، ولهذا سنزور الأخ الوزير الداخلية الذي كان قد صرح أن هناك قيادات أمنية يعجز أو لم يستطيع الوزير أن يتخذ إجراءات تغيير، وذلك بسبب أظن يعني كما صرحوا قبل شهر، الكل تابع على التصريح، وعلق الوزير الموضوع بموضوع الأراضي، وأن هذا لن يتم السكوت عنه هذا النص. وكذلك هناك تصريحات جاءت من قبل المجلس الانتقالي بأنه لن يقبل موضوع النهب، وأنه سيضع يده مع كل من يقف ضد هذا الأمر مع الدولة. هذه الخطابات في مطلع 2019 وجينا في بداية 2019 بتصرفات من قبل بعض الوزراء او بعض من قاده الويه يقوم بالشراء اراضي في مخططات، يدعي بعض اصحاب الفيد والنهب انهم يملكوها، وهذا امر خطير حقيقه. وقد نبهنا على هذا الامر وابلغنا الجهات المختصه ان هذا العقود لتصرف، وهذا الشراء الذي يتم شراء باطل وعقود باطله، فلا المدعي للملك مالك، ولا ينبغي لأجهزة الدولة خاصة الجهات المعروفة هذه أن تكون أنها تشتري شهداء أو تشتري يعني مدرسي أساتذة جامعة أو غيره. وتم توقيف مثل هذه المظاهر، ثم تم تحرك شعبي من قبل هيئات منظمات المجتمع المدني تريد أن تقف موقف جاد. هذا الموقف سيصل رسالته إلى الجهات الحكومية، وكذلك سيكون باذن الله تعالى بارقه امل لمشروع قادم هو التوقيف. لا نقول نعم بالتكفير او الازاله، نريد الان التوقيف. نعم، اذا شكرا جزيلا لك هاني اليزيدي، مدير عام مديريه البريقه، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. اذا مشاهدينا الكرام، نذهب لمشاهده هذه الماده بخصوص البص على اراضي الدوله في عدن، ثم نعود لاستكمال هذه الحلقه. اول حاجه يتم وقف هؤلاء البلاطقة اللي مسترين بلباس الدول. وأنا حددت لكم أماكن، قلت لكم نزلت أنا وجيتني اتصالات، وأنا إذا معكم كشوفات أنا بعطيكم الأسماء، مش كل مرة أبو مشعل في وجه المدفع. استدعاني قائد التحالف قال لي ما في يا أخي أحد إلا أنت يا أخي، تجي اسمك كل يوم، ما لك يا أخي اهدأ، إيش في يا ستة؟ قال لي يا أخي ليش الناس الثانية ما تتكلم؟ ليش ما أحد إلا أنت؟ أنا بديكم أسماء مدراء الشرط ومدراء المديريات وقادة الحزام الأمني وقادة الأمن وقادة المقاومة اللي تواصلوا معي بالاسم، إن أفرادنا معهم أراضي، ماشي أفرادهم، هم معهم، هم وحاطين أفرادهم. إحنا مستعدين لأعطيكم الأسماء، وإذا شيء معكم انشروا الغسيل. باسطين هم متنفذين، وبعضهم في رجال الأمن، وبعضهم في السلطة المحلية، ناس مسؤولين في السلطة نفسها، يعني محاسبتهم، يعني المواطن الآن يشكي والسلطة نفسها تشكي والمحاسبة غائبة. هنا غياب المحاسبة هو اللي أدى إلى استفحال هذه القضية وانتشارها بشكل كبير. البسط العشوائي قد استفحل في مدينة عدن وأصبح يهدد الميناء ويهدد أيضا حياة الناس،
فإذا لم تتضافر الجهود للقضاء على هذا البسط العشوائي فإن عدن ستصبح مدينة عشوائية، لن نجد مكان للمدرسة، لن نجد مكان للمتنفس، لن نجد مكان للمسجد، فلذلك لابد من تضافر الجهود من أجل القضاء على البسط العشوائي في عدن. عدن تعيش حالة مؤلمة من العصابات المسعورة التي تتجه نحو خلق الفوضى تحت مبرر البسط على الأراضي في محافظة عدن. بسطوا على متنفسات كثيرة، كمتنفسات في مخططات رسمية من المقرر لها أن تكون يعني بناء مستشفيات وحدائق، تم البسط يعني عليها فغيرت ملامح مدينة عدن. فأهل عدن يناشدون كل الجهات المعنية والجهات المسؤولة، الجهات الأمنية، الجهات كل جهات المجتمع المدني، نناشد أن نحافظ على مدينة عدن التي عانت وتعاني من البسط العشوائي على هذه المساحات وغيرت ملامح ووجه عدن الجديد. إذا مشاهدينا الكرام، لاستكمال هذه الحلقة سينضم معنا الأستاذ فتحي الثقاف نائب مدير عام مؤسسة المياه بعدن عبر الهاتف من هناك. مساء الخير أستاذ فتحي. مساء النور. أهلا بك أستاذ فتحي، وحتى تستمع إلي بشكل أوضح أتمنى أن تسمعني فقط من سماعة الهاتف، وأود أن تحدثنا عن المشكلة القائمة في الخطوط الرئيسية لأحواض المعالجة وقرب البناء أيضا من حقول الآبار، ما الذي يحدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا شكرا على استضافتكم ونشكر قناة بلقيس على تسريع الهموم محافظة عدن. طبعا لا تملك ثلاث حقول في لاحق حقلين، حقل المناصرة وحقل بئر ناصر، وفي محافظة عدن لاحق اسمه محافظة عدن حقل بئر. طبعا المناصرة الحمد لله لا يوجد هناك أي تدخلات أو حفر أو بناء عشوائي أو يدور في الحقل، ولكن المشكلة عندنا الآن في حقل بئر ناصر وحقل بئر أحمد. طبعا بئر ناصر الآن أصبح محاط من الأربع الجهات ببيوت وناس تسكن وصرف صحي في كل الأماكن هذه، وهذا يهدد في كارثة كبيرة قد تحدث في أي وقت. طبعا كل تصريف الصرف الصحي يتم إلى تيارات، ومنها يمكن يوصل إلى الحوض الذي نتمنى نحن نداره قبل ما تحدث المشكله. المشكله الثانيه الان في بئر احمد، والذي الان الاتجاه الكبير هو حمل شعوار الحقل والحرم المشدد للحقل، هناك بيع، هناك ادعاء بملكيه الارض، طبعا هناك صار مخططات الشباب، مخططات تحت مسميات كثيره في حرم الحقل. طبعا اي تدخلات هذه تاثر الحقل، تاثر ايضا على اي تطور للمرحله القادمه. نحن طبعا نشي نعمل حفر ابار جديده، الان عاملين احنا مقترحات حفر ابار جديده لزياده الانتاج فيما يتوعب مدينه عدن. الان محافظه عدن طبعا توسعت محافظه عدن، والان اصبحت للنازحين قبله للمغتربين، فاصبحت تحتاج الى حفر ابار جديده. حقل بئر احمد الان عندنا مشكله كبيره زي ما قلت، ايادي يعني ايش نقول، يعني هناك مخططات تصرف وفي تراخيص وقال وعدم اهتمام. طبعا احنا خاطبنا كل الجهات، خاطبنا المحافظه، خاطبنا، والان ان شاء الله في تدخلات الحمد لله. اخر مره كان في هناك هدم لبعض البيوت، لكن احنا لا نريد الهدم فقط، نحن نريد ان تكون هناك حمله واسعه بحيث لا يكون هناك اي تدخل، تكون قوه موجوده في المكان، حتى نحن في التدخل السريع لاي استحداث. احاله المخالفين هذا للنيابه والقضاء حتى لا تتكرر معهم اشياء كثيره. وعلى المؤسسه ايضا التزامات اللي هي عمل مشاريع الصرف الصحي للمناطق المجاوره للحقول
حتى تتفادى أي تلوث. نعم، كنت أود أن تحدثنا عن هذا التلوث، يعني هناك قرأنا في الخبر أن الاستمرار في التعدي على تلك الخطوط الرئيسية لأحواض المعالجة سيتسبب في كارثة بيئية تتضرر فيها 3 مديريات وربما عموم عدن بأكملها، كيف يمكن ذلك؟ طبعا أنا اليوم الآن أنا تحدثت فقط حول الحقول، لكن هناك أيضا اعتداءات على محطات الصرف الصحي، على خطوط الصرف الصحي، خطوط المياه، هناك بناء عشوائي الآن معنا أحواض المعالجة اللي بجانب مدينة إنماء سموها كابوتا، هي محاطة يعني تم صرف أراضي فيها من المنطقة الحرة أعتقد، وتم تكبير الأحواض بحيث أن حتى نحن سيارة المؤسسة ندخل إلى الأحواض. هذا قد يسبب طبعا كارثة، أكيد يسبب كارثة. الآن معنا تمويل لإعادة تأهيل الأحواض، وإن شاء الله قد نزلنا مناقصة في هذا الموضوع، لكن مش عارف كيف نعمل بظل هذه الاستحداثات الكبيرة. نعم. الموضوع يحتاج إلى قوة من الدولة ومن الأجهزة التنفيذية والأمنية بشكل عام ومنظمات الدفاع المدني، لازم هناك تكون صحوات كلها حفاظا على المؤسسة وأصولها وحفاظا على حقول المياه. أيضا هناك اعتداءات على خطوط نقل المياه، اعتداءات على خط نقل المياه من دير ناصر إلى البرزخ، طبعا هذا يثقل كل يوم، نحن قمنا بالتوصيلات، لازم كما يقال من أمن العقوبة أتى الأدب، يجب أن تكون هناك قوة تساعدنا نحن كمؤسسة، نحن في الأخير ما يعني عمالنا مدنيين وندخل في إشكاليات وتهديدات، لازم هناك يكون صحوة كبيرة حماية للخدمات بشكل عام، ولكن التحدي الأكبر هو حماية الحقول من التلوث ومن البسط العشوائي، هذا هو التحدي الأكبر اللي أعتقد أنه الكل مجمع عليه والكل لازم يكون يد واحدة في القضاء. نعم، إذن ابقى معنا أستاذ فتحي، تنضم معنا في حوارنا هذا الأستاذة نهى البويه الناشطة الحقوقية أيضا من عدن. مساء الخير أستاذة نهى. مساء النور أختي العزيزة. أهلا بك، وأود أن تحدثينا حول ما تنظرين إليه لمسألة نهب الأراضي في عدن، والتي لم تعد فقط ظاهرة مزعجة وإنما ظاهرة مهددة للبيئة كما تحدث معنا ضيفنا الأستاذ فتحي الثقاف. نعم نعم أختي، هذه نحن الآن في ظل كارثة مجتمعية من ناحية البسط والنهب في الأراضي والممتلكات العامة والخاصة. نحن كنا نأمل أن نكون في منظر أحسن من هكذا، ولكن للأسف أصبحنا إلى يعني أصبحت عدن منكوبة من ناحية النهب في الأراضي والممتلكات الشخصية والعامة والعبث فيها. لن نجد دولة تحكم ما يحصل في هذا في عدن من العبث من الممتلكات العشوائية الممتلكات العامة، يعني لا يوجد أمن ضابط لهذه الأمور، الأمن مفلت يعني لغاية أن لا يوجد أي جهة نلجأ إليها. الجهات المعنية التي تقوم على ضبط هذه الظاهرة لن تكون هي دائرة أمنية مضبوطة من حيث القانون ومن حيث التشريع الذي يخص الدولة، ولكن هناك يعني دوائر قضائية تدخل فيها وتدخل في الممتلكات وتدخل في الحلول، فهذا نحن لا نريده، ولا نريد أن تكون عدن منكوبة. نحن نريد عدن جميلة كما تعودنا أن عدن هي الأجمل، ولكن نريد ونتمنى من الدولة ومن قيادة الدولة ومن الأسكان ومن إدارة العقارات أن تضبط هذه الكارثة بحيث أن تكون الممتلكات الخاصة تخص الممتلكين المخصصين لهذه الجهات للأراضي، والأراضي التي فيها تكون مخصصة للدولة تكون ملكيات الدولة. أما العبث في ممتلكات الممتلكات الدولة وممتلكات الخاصة للناس بحجة شهداء وبحجة قبلية أو أي شيء، فهذا نحن ضد هذا الشيء، رغم يعني بعيدا عن مطالبنا السياسية، إلا أننا لم نسمح أن تكون عدن منكوبة أو عدن فيها حروب. نعم، كيف لن تسمحوا أستاذة نهى؟ نعم، ما هو دوركم أنتم يعني كمنظمات أو كمجتمع مدني وناشطين ما هو دوركم في التصدي لهذه الظاهرة؟ نحن سنتصدي بأقوى ما عندنا، ولن نوقف هذه
انا بس يعني بدو يعني معهم نحن لابد نحن واقفين ولحد الان ونحن نشكل اليوم وكانت عندنا ندوه باسم هذه المكافحه يعني المحاربه للبط والعشوائيات وابار المياه وهكذا احنا مستمرون على سادس ندوه اليوم حصلت معنا وكان الحوار عن هذا الكلام وكان موجودين كوكبا من القضاء والمحامين ولا القيادات الجنوبيه وهكذا إلا أننا نبحث عن الحلول للتصدي لهذه الكارثات وإن شاء الله بإذن الله بتكاتفنا نحن أبناء عدن أبناء يعني بأبهار ظاهرة ظاهرة كويسة وتشمل الصورة الحلوة الجميلة لعدن إلا نحن متصدين لهم لا يمكن نحن نسمح للعبث هذا وسنواصل الوقفات وسنواصل المحاربات بحيث أن كل جهة تخطط ولكن هذا يأتي بعد انضباط الدولة لهذه الكارثة على الدولة وعلى رئيس الدولة وعلى رئيس الوزراء وعلى مدير الأمن أن يوقفوا هذه الظاهرة وقفة جادة وليس وقفة مثلا يعني وقفة قبلية أو وقفة إحراج من أشخاص مصالحية لا نحن نريد وقفة جادة لعدن لأن عدن أصبحت يعني شوهة فهارج عدن أصبحت يعني أصبحت بدل ما هي فراش أصبحت عشوائية صير نفس الكلام المجلس التشريعي نفس الكلام يعني أصبحت الأماكن الأثرية أصبحت أماكن للبط الشوارع اصبحت غير طبيعيه يعني مناظر عدن تغيرت مناظر عدن تدمرت يعني غير ما كانت على السابق ونحن نحن نجهد على ان تكون عدن اجمل وليس اسوء. صحيح. اذا شكرا جزيلا لك نهاء البويهي الناشطه الحقوقيه كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عوده اليك استاذ فتحي. استاذ فتحي كيف يمكن تلافي هذه الاضرار خاصه انه نحن يعني علمنا انه يجب على المستثمر الحصول على العديد من التراخيص ربما أحدها منكم؟ والله طبعا زي ما قلت أنا آنفا أن هناك الالتزامات على ثلاث جهات جزء من الحكومة والمؤسسة والمواطن. المؤسسة زي ما قلت أنها هي عبارة عن المؤسسة لازم أن تجهز مشاريع للصرف الصحي في المناطق اللي بجانب الحقول، ان يكون من الحق في بئر احمد وقريب من بيوت المواطنين وقريب، فلازم هناك تكون المنطقه دي كلها فيها صرف صحي. على الحكومه هي التمويل وعلى الحكومه ايضا الامن وعلى الحكومه ايضا وضع برنامج صحيح للمتابعه، على المواطن الالتزام واحترام الحقوق العامه هذه يعتبر ما حق عام، مهما حتى لو هناك مثلا بعض الناس يدعوا ملكيتهم الاراضي ملكيتهم اي واحد يدعي ملكيه اراضي يروح الجهات الخاصه بلا اما موضوع الحرم حرم المياه فهو خط احمر يجب على لا يتم فيه الصرف ولا اي حاجه. اضف الى ذلك اتمنى ان 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 السيستم السيستم حملات تعلمنا من الحملات حملات النظافه حملات الصرف الصحي حملات نريد ان يكون هناك سيستم يومي للعمل بحيث يكون هناك قوة مساعدة لحماية الحقول وليس هناك حملة للتكسير ويرجع الناس ثاني مرة يبنوا وهكذا، لازم يكون هناك سيستم كامل نظام كامل يعتمد على العمل اليومي في المتابعة في المراقبة في 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 وفي التدخل السريع، هذا اللي ما نتمناه حتى نصل إلى أن الناس تتغير ثقافتها من البسط من الشراء في الأماكن العامة، لا تشتري في الحقل للأسف الشديد، خذ كم بير يشوف البير جنبه ويشتري في الحقل. لا نعرف ان الناس كيف تغيرت افكارها، كيف تغيرت ظروفها، المطلوب هو زي ما قلنا انه يكون هناك حركه عامه في كل الاماكن من افراد وجماعات ومنظمات كلها عامه. نعم، اذا شكرا جزيلا لك استاذ فتحي الثقاف نائب مدير عام مؤسسه المياه بعدن كنت معنا عبر الهاتف من هناك ونأمل أن فعلا ينتهي هذا الأمر والبص على أراضي الدولة فعدن هي ثغر اليمن الباسم ويجب المحافظة عليها كما هي. شكرا أيضا لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، إلى أن ألتقيكم في مساء اليمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.